الرئيس السيسي يؤكد أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء يشرف غداً على الإفراج عن البضائع في ميناء الإسكندرية ويتابع الإفراجات بباقي الموانئ. والبنك المركزي يقرر السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقاً لآليات السوق للقضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي. الثالثة عصراً الواحدة بتوقيت جرينتش، نشر إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلاً بكم، والبداية مع هشام عبد التواب. أهلاً بك هشام. أهلاً بك ميرفت. أهلاً بكم مشاهدينا الكرام. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي وفداً من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي بأن الرئيس السيسي نوه بدور مصر في حشد وإدخال المساعدات الإغاثية عبر منفذ رفح البري، بالإضافة إلى إسقاط المساعدات جوا للمناطق المتأثرة بشدة من الصراع في شمال غزة. كما شدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التواصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. كما أوضح الرئيس السيسي أن الحل الدائم والعادل للتوتر في الشرق الأوسط يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية. وتطرق اللقاء كذلك إلى تطورات الأزمة القائمة في عدد من دول الإقليم، حيث أكد الرئيس السيسي دور مصر الداعم والمساند للدول الشقيقة في المنطقة لتحقيق تطلعات شعوبهم نحو الأمن والاستقرار. من جانبه أعرب وفد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني عن تقدير بلادهم البالغ للدور المتوازن والمسؤول الذي تقوم به مصر سياسيا وإنسانيا لاحتواء الاضطراب والتوتر والصراعات بالإقليم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بعلاقاتها التاريخية مع كينيا باعتبارها مثالا للتعاون بين الأشقاء في القارة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الدفاع الكيني بحضور الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربية. وقد صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الوزير الكيني قد نقل تحيات الرئيس ويليام روتو إلى الرئيس السيسي، مؤكدا حرص الجانب الكيني على مواصلة تفعيل العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات. كما تناول اللقاء موضوعات التعاون المشترك في ضوء حرص البلدين على تعزيز الشراكة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية. كما تم التطرق إلى تطورات الأوضاع الدولية والإقليمية، لا سيما في قطاع غزة والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وآثارها على السلم والأمن بالقارة الإفريقية، حيث أشاد الوزير الكيني بالدور المصري الرشيد في ترسيخ الأمن والاستقرار بالقارة، مؤكدا حرص بلاده على التنسيق والتعاون بما يلبي المصالح المشتركة ويعزز العمل الإفريقي المشترك على مستوى القارة ككل. أشاد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بقرارات البنك المركزي والتي تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم. وخلال ترأسه اجتماع الحكومة الأسبوعي، أشار مدبولي إلى أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، ومؤكدا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يسهم في كبح جماح التضخم. كما شدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها. وأكد أن الحكومة مستمرة في سياسات ترشيد الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة بما يسهم في تخطي التحديات الاقتصادية التي تتسم بها هذه الفترة.
كان البنك المركزي قد قرر في اجتماع استثنائي السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفقا لآليات السوق، إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة، ليصل سعر الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية إلى 27.25% و 28.25% و 27.75% على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%. هذا وقال البنك المركزي إن توحيد سعر الصرف يأتي في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة والمساهمة في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، وذلك في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية. كما أوضح المركزي أن الإسراع بعملية التقييد النقدي تأتي بهدف تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم. وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي غدا الخميس على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية، كما يتابع سير عملية الإفراجات بباقي الموانئ المصرية المختلفة والتي تشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. ويأتي الإفراج عن البضائع تعبيرا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، ويسهم في توفيرها للسلع بالأسواق ويحقق توازنا وانضباطا للأسعار. وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي على استيراد 1,000,000 طن السكر خلال هذا العام، على أن يتم بصورة عاجلة استيراد 300,000 طن كمرحلة أولى، وهو ما بدأ بالفعل. وقال مدبولي إن المرحلة المقبلة ستشهد توفير السكر بكميات كبيرة في الأسواق للعمل على إنهاء هذه المشكلة تماما، مضيفا أنه سيتم العمل على زيادة منافذ البيع وتيسير نقل السكر في المحافظات المختلفة. أكد مصدر رفيع المستوى أنه من المقرر الإعلان خلال الساعات المقبلة عن توقيع اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، والذي من شأنه تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي وزيادة تدفق السيولة الأجنبية للسوق المحلية. وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لفتح حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية في خطوة جديدة نحو تعزيز استقرار سوق الصرف المحلية. تأتي هذه التوجيهات في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يجري تطبيقه بالتنسيق بين المركزي والحكومة بدعم من الشركاء الثنائيين ومتعدد الأطراف، وعقب توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبية. طرح البنك الأهلي المصري شهادة جديدة 3 سنوات متناقصة بسعر 30% للسنة الأولى أو سنوي، و 25% للسنة الثانية، و 20% للسنة الثالثة، وذلك يصرف العائد بدورية سنوية.
كما تم تعديل سعر العائد على البلاتينية المتناقصة 3 سنوات بدورية صرف العائد شهريا لتصبح بسعر 26% للسنة الأولى و 22% للسنة الثانية و 18% للسنة الثالثة، وذلك للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024. كما قررت لجنة ألكو تعديل سعر العائد على الشهادة البلاتينية 3 سنوات ذات العائد الثابت لتصبح 21.5% سنويا للإصدارات الجديدة من اليوم 6 مارس 2024 بدلا من 19% بدورية صرف العائد شهريا، مع استمرار الشهادات البلاتينية لمدة سنة ذات العائد السنوي 27% تصرف بنهاية المدة و 23.5% تصرف العائد شهريا، وطرح دورية صرف جديدة بسعر عائد 23% سنوي بدورية صرف العائد يوميا. هذا ويعد طرح شهادات الادخار بفائدة متناقصة تبدأ من 30% من أهم سبل دعم استقرار الأسعار للمواطنين والسيطرة على التضخم كأحد أهم أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الراهنة. المزيد نتابعه في العرض التالي. هذا وتستهدف شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك بفائدة 30% تستهدف تعزيز الثقة في العملة المحلية وتشجيع الادخار وتوجيه السيولة لتعزيز الاستثمارات. المزيد نتابعه في العرض التالي وجاكلين ماهر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. يعد طرح شهادات الادخار الجديدة بفائدة متناقصة تبدأ من 30% من أهم القرارات التي تستهدف استقرار الأسعار للمواطنين والسيطرة على التضخم كأحد أهم أولويات البنك المركزي خلال المرحلة الراهنة. شهادات الادخار الجديدة التي طرحتها البنوك بفائدة 30% تستهدف أيضا تعزيز الثقة في العملة المحلية وتشجيع الادخار وتوجيه السيولة لتعزيز الاستثمارات والمشروعات الجديدة والحفاظ على معدلات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري. وتقدم شهادات الادخار الثلاثية أعلى فائدة بنحو 30% للسنة الأولى و 27% للسنة الثانية و 25% للسنة الثالثة، بما يعزز تفوق العائد على الجنيه مقارنة بالمضاربة على الذهب والدولار والتي تسببت في خسائر قوية للمضاربين خلال الأسابيع القليلة الماضية. في الوقت نفسه تقدم شهادات الادخار الجديدة عائدا مرتفعا وآمنا لمدة 3 سنوات بعيدا عن مخاطر المضاربات على الذهب والدولار، كما أنها لن تلغي الشهادة الحالية ببنكي الأهلي ومصر ذات الفائدة 27% لمدة عام. فالقطاع المصرفي مليء ومتنوع بالأوعية الادخارية التي تناسب كافة شرائح العملاء وتستهدف الحفاظ على أموال المدخرين بشكل آمن وتوفير عوائد جيدة لمقابلة التزاماتهم الحياتية.
وتساهم شهادات الادخار بفائدة 30% في تعزيز المسار الهبوطي لمعدلات التضخم داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مع استعادة التوازن للأسواق ودعم الثقة في العملة المصرية. كما تقدم تلك الشهادات رسالة واضحة مفادها أن الأولوية الآن لدعم حائز العملة المحلية والقضاء على المضاربات في الدولار والذهب. مشاهدينا، كان هذا عرضا حول المميزات التي تقدمها شهادة الادخار الجديدة بفائدة متناقصة تبدأ من 30%. نشكر لحضراتكم طيب المتابعة. توقع رئيس بنك مصر محمد الإتريبي انخفاض الدولار بعد دخول العائدات للبنوك. وأوضح رئيس بنك مصر في تصريحات خاصة لإكسترا نيوز أن قيام إحدى الشركات الأجنبية بإيداع 25 مليون دولار بالبنك، وذلك عقب تحرير سعر الصرف، يعد مؤشرات جيدة للخطوات التي اتخذها البنك المركزي. قال هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في تصريحات لإكسترا نيوز أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 6% والسماح بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق تعتبر نظرة مستقبلية إيجابية لقدرة الدولة المصرية على الوفاء بالتزاماتها. وفي تصريحات لإكسترا نيوز أكد عز العرب أن الخارج ينظر إلى مصر على أنها تتخذ خطوات سليمة لتحسين الاقتصاد. من جانبه، أكد رئيس بنك قطر الوطني محمد بدير للإكسترا نيوز أن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة واستقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري بشكل كبير. وأضاف بدير أن توحيد سعر الصرف مهم للغاية لتعزيز الثقة والقضاء على المضاربة في السوق، وبالتالي سيؤدي إلى استقرار أسعار السلع والخدمات، مشيرا إلى أن العملة الأجنبية ستضخ في البنوك التي تمثل الشرايين الأصلية للدولة، وذلك بدلا من ضخها في السوق الموازية. هذا ويعد التسعير العادل للجنيه المصري أحد أهم الإجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد المصري، والتي تستهدف الحفاظ على ثرواته الدولارية ومنع استنزاف العملات الأجنبية وتعزيز الميزان التجاري. المزيد نتابعه في هذا العرض. لماذا تم اتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه في هذا التوقيت؟ القرار جاء بعد تعافي الاقتصاد المصري واستقراره وتراجع الضغوط على الجنيه بعد إبرام اتفاقية رأس الحكمة. ما تأثير قرار التسعير العادل للجنيه على ارتفاع الأسعار في الأسواق؟ القرار سيسهم في انخفاض الأسعار بشكل كبير وتوفير الدولار للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات في الموانئ. ما تأثير قرار التسعير العادل للجنيه على الصادرات المصرية؟ القرار سيؤدي لزيادة حجم الصادرات المصرية وتحقيق مستهدفات الدولة في الوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار خلال 6 سنوات القادمة. كيف سيستفيد قطاع السياحة من قرار التسعير العادل للجنيه؟ انخفاض قيمة العملة الوطنية سيسهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر للاستمتاع بكافة الخدمات، وبالتالي تحقيق إيرادات بقيمة 45 مليار دولار بحلول عام 2030. ما تأثير قرار التسعير العادل للجنيه على برنامج التمويل بين مصر وصندوق النقد الدولي؟ تقارب سعر الدولار في السوق الموازية مع الرسمية بالبنوك سيساعد في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري. قفزت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة 600 نقطة. وأظهرت بيانات تريد ويب أن السندات الأطول أجلا حققت أكبر المكاسب، إذ سجلت السندات المستحقة في 2047 ارتفاعا ملحوظا، مشيرة إلى أن قرارات البنك المركزي لا تهدف فقط إلى كبح التضخم، بل تهدف أيضا إلى جذب الاستثمار الأجنبي من خلال تعزيز جاذبية السندات المصرية.
هذا ويؤدي وجود سعرين لصرف الجنيه المصري إلى عدة سلبيات، في مقدمتها انخفاض قدرة الدولة على إدارة مواردها الدولارية وتضرر بيئة الأعمال للشركات. سنتابع المزيد في هذا العرض. أكد خبراء اقتصاد واستثمار أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يعزز تدفقات الاستثمار المباشر وينهي وجود سعرين للدولار أمام الجنيه. وأشار الخبراء إلى أن قرار البنك المركزي يؤكد أن الدولة بأجهزتها تركز على جهود جذب الاستثمار المباشر وضخ عملات أجنبية في السوق المصرية. كما أوضحوا أن تحريك سعر العملة الأجنبية في البنوك أمام الجنيه المصري يعني التأكيد على وجود سعر صرف واحد فقط، وذلك لجذب استثمارات أجنبية ومحلية مباشرة، مؤكدين أن قرار رفع سعر الفائدة يهدف أيضا إلى تقليل حجم التضخم. جاء قرار التسعير العادل للجنيه بعد تعافي الاقتصاد المصري واستقراره وتراجع الضغوط على الجنيه بعد إبرام مشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، علما بأنه لن يكون له أي تأثير على الأحوال المعيشية للمواطنين. المزيد نتابعه في هذا العرض. أكد حزب المؤتمر أن قرارات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي بشأن تحديد سعر الصرف الجنيه وفقا لآليات السوق ضربة قاضية للسوق الموازية. وأوضح الحزب أن هذه القرارات تسهم بقوة في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والسيطرة على التضخم، وهو ما يعني استقرار الأسعار وخلق مناخ مشجع للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط. ثمن تحالف الأحزاب المصري المكون من 42 حزبا سياسيا ثمن قرار لجنة السياسة النقدية برفع سعري الإيداع والإقراض لمدة ليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 600 نقطة أساس. وقال النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، قال إن هذه القرارات تعد خطوة مهمة تفرضها الضرورة الاقتصادية من أجل السيطرة على سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية والتي تسببت في اضطراب السوق النقدية خلال الشهور الماضية، مضيفا أن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتي في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، مشددا على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطات الدولية. من جانبه قال رئيس حزب الوفد عبد السند يمامة إن قرار البنك المركزي بتحديد سعر صرف عادل للجنيه وفقا لآليات السوق إلى جانب تطبيق زيادة على أسعار الفائدة بنحو 6% دفعة واحدة خطوة مهمة للتعافي من الأزمة الاقتصادية. كما أكد رئيس حزب الوفد أن قرار البنك المركزي يسهم في السيطرة على سعر الصرف ومواجهة السوق الموازية وخلق بيئة آمنة للاستثمار، ومشددا على أن هذا القرار يسهم في خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم.
كما ثمن حزب مصر أكتوبر قرار البنك المركزي السماح بتحديد سعر صرف عادل للجنيه، وذلك وفقا لآليات السوق إلى جانب تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة نحو 6% دفعة واحدة. وأكد الحزب أن توحيد سعر الصرف يعزز من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وخفض الطلب على العملة الصعبة، بالإضافة إلى أهم نتيجة وهي القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي. رحب حزب المستقلين الجدد بقرار البنك المركزي بالسماح بالتسعير العادل للجنيه وفقا لآليات العرض والطلب في البنوك. وأكد الحزب أن القرار يعد خطوة مهمة نحو القضاء على السوق الموازية وتجارة العملة خارج القنوات الرسمية، مشددا على أن جهود الحكومة في تقليص الفجوة الدولارية يجب أن يصحبها مواجهة مباشرة مع السوق الموازية. هذا وأكد حزب الحرية المصري أن قرار البنك المركزي بالسماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق يأتي في إطار خطة الحكومة للزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ومحاولة للقضاء على السوق الموازية للعملات. وأوضح حزب الحرية المصري أن القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، خاصة بعد مشروع تطوير رأس الحكمة، سيكون لها أثر إيجابي على السوق المصرية خلال الفترة المقبلة وتوفير نقص الموارد من العملات الأجنبية، مشيدا بقرارات البنك المركزي ومنها تطبيق زيادة قوية على أسعار الفائدة. تدرك الدولة المصرية بشكل متزايد أن جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر هو مطلب أساسي لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية. المزيد في العرض التالي والزميل محمد الأنصاري. مشاهدينا أهلا بحضراتكم. تدرك الدولة المصرية بشكل متزايد أن جذب الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر هو مطلب أساسي لمعالجة العديد من التحديات الاقتصادية، ولذلك تبذل الدولة جهودا مستمرة لإيجاد بيئة أكثر ملائمة للاستثمار والاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز، لتصبح بوابة إقليمية للتجارة والاستثمار ومركزا للطاقة والصناعة. وحرصت مصر على تشجيع الاستثمار العربي والأجنبي، حيث تتبنى نهج دخول بعض المستثمرين العرب أو الأجانب في مشروعات مشتركة مع جهات ومستثمرين محليين، بحيث تتوفر إيرادات مستدامة للدولة من هذه المشروعات. ويمثل جذب الاستثمارات العربية والأجنبية أحد الحلول المهمة القابلة للتطبيق، والتي تتبناها مصر لمواجهة تحديات سعر الصرف في ضوء ارتفاع احتياجات النقد الأجنبي، حيث تأثرت مصر بما مر به العالم من أزمات متتابعة بما فيها التصعيد الراهن بفلسطين. وتسهم الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة، علاوة على ذلك تحقيق الانتعاش في قطاع الصناعة، ما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز من حركة السوق المصرية.
وتعمل الدولة على زيادة الاستثمار الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الثلاث سنوات المقبلة، حيث يحرص القطاع الخاص على التطوير والتحديث المستمر وضخ الاستثمارات المناسبة للتطوير والتوسعة وتحقيق أعلى إيرادات ممكنة. وتضع الدولة معايير لاختيار الأنشطة الاقتصادية التي تستهدف جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمار فيها، وعلى رأس تلك المعايير أن يكون النشاط الاقتصادي كثيف التشغيل ولديه أكبر قدر من الروابط مع باقي قطاعات الاقتصاد. ولتحقيق الأهداف الاستثمارية المأمولة، نفذت مصر العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال. وقد نجحت الدولة المصرية بالفعل في تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في نوفمبر 2016، والذي شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص. ونتيجة لتنفيذ تلك السياسات، نجحت مصر في جذب صافي تدفقات استثمار أجنبي مباشر بنحو 10 مليارات دولار عام 2022-2023، وقد توزعت صافي التدفقات بين قطاعات عدة منها العقارات والسياحة والصناعات التحويلية. مشاهدينا، كان هذا عرضا لأبرز الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. نجاحات كبرى حققها الاقتصاد المصري طيلة السنوات العشر الماضية، الأمر الذي يعكسه ارتفاع تدفقات الاستثمارية خلال عام 2023 بنسبة 72%. المزيد في هذا العرض. مع اتخاذ قرار التسعير العادل للجنيه، ستعمل الدولة على تنفيذ استراتيجية خلال الفترة المقبلة تستهدف ضمان استقرار سعر الصرف عبر عدة إجراءات نستعرضها مع حضراتكم في العرض التالي.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على إطلاق مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوري لرد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون 171 لسنة 2023 والخاص بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مع الوضع في الاعتبار الملاحظات التي تم طرحها من الوزارات والجهات المعنية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد تحرير سيناء لهذا العام. استمراراً للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة. استمرارا للجهود المصرية الإماراتية الفاعلة في تقديم المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، أقلعت عدد من طائرات النقل العسكرية لكلا البلدين من مطار العريش لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية والطبية على شمال قطاع غزة، وذلك للمعاونة في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها سكان القطاع بالمناطق التي يصعب وصول المساعدات إليها برا. يأتي ذلك مع استمرار فتح معبر رفح لدخول المساعدات إلى القطاع بالتزامن مع الجهود المصرية والدولية الرامية إلى إقرار التهدئة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. أدانت مصر قرار الحكومة الإسرائيلية بالتصديق على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية، في تصرف يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي. اعتبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية أن مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي، مطالبة بضرورة التوقف عن تلك الممارسات التي تقوض جهود التسوية العادلة للقضية الفلسطينية وتحاول الافتئات على مفاوضات الوضع النهائي. يواصل معبر رفح البري عمله لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في فلسطين، وواصل المعبر استقبال المصابين الفلسطينيين لتلقي العلاج في المستشفيات المصرية، كما استقبل المعبر العشرات من شاحنات المساعدات الإنسانية والوقود. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اهتمام مصر بزيادة حجم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع أرمينيا عبر الاستفادة من مكانة يريفان كعضو بالاتحاد الاقتصادي الأورو أسيوي. وخلال لقائه رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان والوفد المرافق له، أعرب مدبولي عن اهتمام مصر بعقد الجولة السادسة من اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بالقاهرة في أقرب وقت ممكن، وكذا عقد منتدى رجال الأعمال على هامش أعمال اللجنة. بحث وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره المغربي ناصر بوريطة سبل دعم وتعزيز العلاقات المصرية المغربية على هامش اجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب، حيث تشاور حول أهم البنود المدرجة على جدول أعمال الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية. تفقد الفريق الركن ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وأمين عام مجلس الدفاع الأعلى بمملكة البحرين والوفد المرافق له مقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. يرافقه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام قائد المنطقة المركزية العسكرية. تضمنت الزيارة تفقد مركز تنسيق أعمال دفاع الدولة، حيث استمع إلى عرض تقديمي
لمكونات القيادة الاستراتيجية وما تضم من جهات تخصصية ومنشآت تعليمية وإدارية، كما تفقد مركز السيطرة المتكامل لخدمات الطوارئ والسلامة العامة الذي روعي فيه اتباع أحدث النظم التكنولوجية وآليات القيادة والسيطرة. وأشاد الفريق الركن ناصر بن حمد الخليفة بما شاهده من إمكانيات وقدرات تمتلكها الدولة المصرية تضاهي الدول الرائدة في ذلك المجال، بما يعزز من قدرة قواتها المسلحة على دعم ركائز الأمن القومي ويؤكد مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط. كما أعرب عن امتنانه لتلك الزيارة التي تعكس مدى علاقات التآخي بين البلدين الشقيقين، متمنيا لمصر دوام التقدم والازدهار بكافة المجالات. تحتفل مصر في 9 مارس من كل عام بيوم الشهيد، والذي يوافق ذكرى استشهاد رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أول عبد المنعم رياض. ولا تنسى مصر أبناءها ممن قدموا حياتهم فداء للوطن ولأمن وسلامة هذا الوطن ومواطنيه، وتضع تكريم الشهداء ودعم أسرهم على رأس أولوياتها. المزيد في التقرير التالي. وده مصر بروحنا ودمنا، ما هو كلنا في ده مصر. أنا عايز أفكركم دلوقتي إن التمن ده اللي أبنائنا دول دفعوه واللي أنتوا قدمتوه وإحنا مش هنقدر نعوضكم عليه، اللي هيعوضكم عليه ربنا. في ده مصر، في ده مصر يا مصري. جهود متواصلة لا تنقطع تبذلها الدولة المصرية لرعاية أبناء وأسر الشهداء، تقديراً وتكريماً لما بذله الشهداء من أجل هذا الوطن الذي منحوه أغلى ما يملكونه، صوناً لتراب هذا الوطن أمام كل من أراد لمصر وشعبها شراً. رجالة، إحنا الحق المبين، الخوف ملوش مكان في قلوبنا. وعلى مدار السنوات الماضية عمدت الدولة على تكريم ودعم أسر الشهداء وتوفير سبل رعاية المختلفة لهم، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وانطلاقا من حرصه على ذلك، تقديرا لما قدمه هؤلاء الشهداء من تضحيات في سبيل حفظ الأمن والأمان وصون مقدرات الدولة. فلما بجد ان احنا بنتكلم في موضوع يعني عن الدنيا اللي احنا فيها وحياتنا، وده امر طبيعي، يعني أقول بس يا جماعة ده في ناس ما بتنامش، وفي ناس بتموت أو بتستشهد، يعني عشان إحنا نبقى في سلام مهم أوي إن هم يشعروا وإحنا بنعمل كده، إن إحنا هم الأهالي ديت تشعر إن التمن والتقدير من جانبنا كلنا كبير، احنا مقدرين ده. وحرصا على التقدير اللائق لتضحية الشهداء، كانت الاجتماعات الدورية للرئيس السيسي لمتابعة دور المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين ومتابعة خدمات صندوق تكريم الشهداء والمصابين في إطار تنفيذ توجيهاته المستمرة بمواصلة تقديم وتعزيز الخدمات المقدمة لأسر الشهداء، لتأكيد عمق التقدير والاحترام الذي يكنه الشعب المصري لأبنائه الأوفياء الذين قدموا أعظم التضحيات من أجل أمن مصر وسلامة شعبها. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وأن محمداً رسول الله، كلمة عليها نحيا، كلمة عليها نحيا، وعليها نموت، وعليها نموت، وبها نقاتل في سبيل الله، وبها نقاتل في سبيل الله. الله أكبر، الله أكبر. كما عمل الرئيس على توسيع دائرة المستفيدين من صندوق تكريم الشهداء بالتصديق على ضم شهداء ومصابي العمليات الحربية من وزارة الدفاع في الحروب السابقة، وشهداء ومصابي العمليات الإرهابية من وزارة الداخلية، بما في ذلك أسماء الشهداء والمصابين في معركة الإسماعيلية في 25 يناير 1952 إلى المستفيدين من الصندوق. كما صدق على ضم الشهداء والمصابين من المدنيين أثناء بناء حائط الصواريخ في حرب الاستنزاف إلى الصندوق. إذا مصر برحنا ودمنا، كلنا في ده مصر، وفي كل زمان من وسطنا في بطل يحميك يا مصر، بنقف وراه ويلمنا ومعاني بنيك يا مصر. في ده مصر، في ده مصر، في ده مصر يا مصريين. مشاهدينا فاصل قصير وثم نعود مع حضراتكم لاستكمال النشرة.
بكم من جديد مشاهدينا، واستكمالا لأخبارنا، نظم بنك الشفاء المصري بكفر الشيخ قافلة طبية مجانية بقرية الدويدة التابعة لمركز مطوبس، وتستمر على مدار يومين متتاليين لتقديم خدمتها لأهالي القرية والقرى المجاورة بالتعاون مع مجلس الوزراء. شملت القافلة تقديم الخدمة الطبية لتخصصات العظام والجلدية والأطفال والبطن والأنف والأذن والحنجرة. موجودين النهاردة في قرية الدويدة مركز مطوبس محافظة كفر الشيخ، معانا القافلة فيها 5 تخصصات، بطنة وجلدية وعظام وأطفال وأنف وأذن وحنجرة، وبكرة إن شاء الله معانا قافلة رمد متخصصة في الرمد. القافلة على مدار يومين كل يوم مستهدفين إن احنا نكشف 1000 حالة، الكشف والعلاج والعمليات والتحاليل والإجراءات كلها بالمجان. ليه احنا اخترنا الدويدة؟ اخترنا الدويدة علشان هي قرية صعب الوصول ليها. المريض بيجي، الأخوة الأفاضل القائمين الإداريين على القافلة بيستقبلوه بالمجان ابتداء من الاستقبال بره اللي هي خانة التسجيل، مرورا بقى بمرحلة الندى لدخول العيادة 100% الكشف بالمجان، ثم صرف العلاج من الأخوة القائمين الصيادلة في الصيدلية كشف بالمجان. ما دفعتش والله، وقابلوني أحلى مقابلة. أول ما خشيت لقيتهم قاعدين، قدمت البطاقة بتاعتي وخشيت صرفت العلاج ده، وبشكر السادة الحاضرين كلك. الناس كلها بتبقى عندها دعاية مسبقة وبيبقوا منتظريننا، لو تشوف كمية الناس اللي بتبقى موجودة بره، بالإضافة إن احنا بنوفر لهم كل الأدوية اللازمة، كل تخصص من التخصصات اللي معانا، وبيبقى إقبال شديد جدا. مثلا في عيادة زيادات الجلدية أنا في اليوم حوالي لا يقل عن 1700-1500 حالة بتجيلي في القافلة. القافلة لها دور مؤثر ومهم في الكشف والتشخيص للحالات، ولو في حد محتاج برضو عمليات إن شاء الله الدولة هتوفرها له إن شاء الله. أطلقت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بحي أهالينا بمنطقة السلام أول بالقاهرة، وتضم القافلة عددا كبيرا من الأطباء المتطوعين في مجالات الرمد والبطنة والنساء والتوليد والأسنان وغيرها من التخصصات. هذا وتقدم القافلة خدمة الكشف وصرف الأدوية بالمجان لسكان الحي. احنا النهاردة موجودين في اهالينا واحد في حي السلام. الفئة المستهدفة النهاردة ان شاء الله اللي احنا هنغطيها في القافلة بتاعتنا بيكون حوالي من 1000 ل 2000 شخص مستهدف. طبعا احنا بنختار، او العينة اللي احنا بنختارها بتبقى الاكثر احتياجا والاكثر فقرا وكمان الاقل وعيا. بنقوم بكذا دور. اول دور ان احنا اصلا بنعمل ابحاث ميدانية طبية وانسانية، وبنبدأ نحول هذه الحالات على مستشفيات زي الدمرداش، وبنيجي لأهالينا هنا زي المكان اللي احنا متواجدين فيه حاليا هو مركز طبي أهالينا واحد. ان احنا بدل ما الفئة المستهدفة هي اللي جينا مستشفيات، لا احنا بنجي لهم بقافلة طبية. الكشف مجاني، حضراتكم هتقدروا تشوفوا دلوقتي الفئة المستهدفة واقفة بره بنحصل ترتيب ليها، ثم العلاج مجاني، ثم الخطوة الأهم في شغلنا كحياة كريمة مش مجرد قافلة بيجي ان انا اكشف وادي له علاج وامشي، لا ده بيبقى فيه حالات بتستدعي تحويلات لدرجة أعلى من الكشف، زي يعمل أشعات متقدمة أو محتاج عمليات أو محتاج إن هو ياخد رعاية معينة، فبيتم عمل أبحاث من قبل المتطوعين ونبدأ نعمله تحويل فوري على مستشفيات أعلى زي جامعة عين شمس وجامعة القاهرة وجامعة حلوان، وبنبدأ إن احنا نتابع المريض ده لغاية لما ياخد علاجه بالكامل ويتولى الخدمة الرعاية بالكامل. عندنا 6 عيادات موجودين، رمد وعندنا بطنة وعندنا نساء وتوليد، عندنا أسنان، عندنا جلدية، عندنا دكاترة متخصصين في كل حاجة جايين من جامعة عين شمس، متطوعين للقافلة تبع مؤسسة حياة كريمة. تمام. وعندي حاجة تانية النهاردة أنا شغال عليها، حاجة اسمها حالات إنسانية، يعني لو حد جه محتاج مثلا إن هو يعمل عملية أو كلام من ده كله بنقدر نعمل معاه بحث حالة ميدانية بحيث إن احنا بنقدمه في المؤسسة وبنشوف هو العملية اللي محتاجها إيه وبيعملها. بنقدم كمؤسسة حياة كريمة ودوت ممكن بنمتاز بيه عن اي مؤسسه تانية، ان احنا بنقدم خدمه العلاج ما بعد القافله، سواء بتوفير العلاج او بالتدخلات الطبيه الجراحيه في تخصصات مختلفه. التخصصات بتبقى معظم التخصصات الطبيه بيتم البت في الحالات من خلال اللجنه الاستشاريه، وبناء عليه بيتم توجيه الحالات وعلاجها. احنا جايين النهارده اهم حاجتين، اول حاجه طبعا متابعه الحمل للحوامل كلها، ان احنا لو في عيانه فيها حاجه ريسك ان احنا نلحق نلقطه ونبعتها مثلا لتيرشري سنترز، دي اهم حاجه. النقطه الثانيه برضو تنظيم الاسره،
اي ست محتاجه تنظيم الاسره ده مهم جدا، بنحدد لها الوسيله المناسبه ليها، اللي لو هي عندها اي اعراض تانيه او امراض تانيه ايه اللي ينفع معاها. القافله دي كشفنا وخدنا العلاج، وناس حلوه جات هي شرفتنا في السلام هني، دينا كشفنا وخدنا العلاج وكل مجاني، العلاج مجاني. بصراحة جيت النهاردة والواحد يعني كشف اهو ببلاش، ويعني وحاجة نفسي اللي هي تتكرر كل يوم يعني. أطلقت مؤسسة صناع الحياة مصر بالشراكة مع القرية الذكية كرنفال رمضان تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. يبدأ الكرنفال بتعبئة 5000 كرتونة مواد غذائية يتم توزيعها على المستفيدين خلال شهر رمضان ما بين أوزان 8 و13 كيلوغراما. ومن المقرر أن توزع مؤسسة صناع الحياة مصر كراتين المواد الغذائية خلال شهر رمضان لعدد 350,000 مستفيد في جميع المحافظات، بالإضافة إلى ما يقرب من 170,000 وجبة ساخنة. نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجليزية ورشة لتدريب ممثلي الجمعيات الأهلية حول صياغة مبادرات مشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه. وقد شارك في الورشة التي تعقد على مدار يومين ممثلو الجمعيات الأهلية من محافظات المنيا وبني سويف وسوهاج من أجل الاستماع لمقترحاتهم حول مشروعات تهم صغار المزارعين والمرأة الصعيدية الريفية. كما تهدف الورشة إلى إطلاق مبادرات لتنفيذ مشروعات ممثلة في وزارة أو في زراعة ذكية مناخية وترشيد استهلاك المياه أثناء الزراعة، هذا فضلا عن مشروعات الطاقة الإنتاجية. النهاردة احنا جايين علشان نصيغ مشكلات المجتمعات بتاعتنا ونطلع ببعض الحلول علشان ننفذ مشروع إدارة الموارد الطبيعية والمياه في مجتمع الكوم الأحمر عندنا في محافظة بني سويف. احنا هنشتغل النهاردة ان احنا هنطلع بالمشكلة ونصيغ الحلول والأنشطة والمقترحات بتاعتها، وبعدين هنحط الأهداف بحيث ان المشروع ده مدته سنة ان شاء الله، بعد السنة ان شاء الله ممكن يمتد اذا لقينا ان المشكلة لسه ليها أثر. معنا هنا ثلاث محافظات موجودين، بني سويف والمنيا وسوهاج، مجموعة من الجامعات الأهلية اللي بتشاركها مع الهيئة الإنجليزية بيحددوا أهم المشكلات اللي موجودة وإزاي يتم إدارة الأزمات لتقليل المخاطر اللي بتقابل المزارعين، لحل المشاكل المزارعين المتعلقة بالزراعة وإدارة الموارد الطبيعية من المياه والأرض الزراعية. خلال الفترة اللي فاتت كان في دراسة مستفيضة بالتعاون مع الإرشاد الزراعي والمهندسين الزراعيين والتنفيذيين والقاعدة الشعبية إن احنا نشوف الخطة الاستراتيجية اللي محتاجاها كل محافظة. النهاردة بنحط قدامنا كل الجامعات الموجودة الدراسة اللي اتعملت في المحافظات بتاعتنا، ونبدأ نشوف يا ترى ايه افضل المبادرات اللي ممكن نعملها، وبنحاول نطلع بمبادرة تخدم صغار المزارعين. المبادرات دي مش بس فكرة ممارسة سليمة تزود من انتاجية، لكن كمان تتلائم مع التغيرات المناخية وبترشد من استهلاك المية، وازاي استخدم الطاقة المتجددة في كل المدخلات الزراعية بتاعتي. تواصل الدولة جهودها نحو مواجهة التضخم وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إذ تبنت نهجا جديدا لتحقيق العدالة الاجتماعية وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة. المزيد في هذا العرض. We'll be right back.
نهاية النشرة وهذه التذكرة بأبرز ما جاء بها.